بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا هانيين إن شاء الله يا رب العالمين، وتجيكم لنا فيديو تلقاكم في أحسن الأحوال يا رب العالمين. جيتكم اليوم يا البنات مع روتيني تاع نهار اليوم كيما شفتوا مع الصبيحة. أنت كيفاش عديتها وروتيني كيفاش عديتو النهار اليوم؟ إن شاء الله تابعوا معايا. أول حاجة بديت فيها كانت الصبيحة، طبعا صلاتنا ما نشرحين فرطوا فيها، صلات هي الأولى. ومن بعدها درت قريت ورد من القرآن، دائما عودت نفسي على قراءة ورد من القرآن يوميا، واللي ما عندوش الوقت نوصيكم يا البنات يقرأ ديالو كان صفحة من القرآن، صفحة تكفيك في ذاك النهار، ما يعقبلكش النهار وما تقريش فيه حرف من القرآن الكريم. لازم الانسان يدي الحسنات في ذاك النهار قد ما يقدر. ومن بعدها كما قلت لكم درت اذكاري، ومن بعدها رحت للقهيوه نتاعي وجدتها وعصرت حبيبات تاع الشينا كانوا عندي، درت فيها شويه عصير تاع الشينا، وهاني نفطر في فطوري تاع الصبيحه هذه قبل ما نطاكي النهار، يعني الصبيحه نتاعي مع الميناج والثياب وكويتو. ان شاء الله راح تشوفوا معايا واش راح نطيب اليوم، واش راح ندير ان شاء الله. اقعدوا معايا البنات ما تروحوش ما تغيبوش. لا يبور تنيتم من ثمار الحسن حسنا، واقبلت العطايا والاجور، واقبلت العطايا والاجور. وهنا بعد ما كملت فطوري الحمد لله لك يا ربي، هنا راح نعطاكي الشغل نتاعي وطيابي، راح نطيب الغداء نتاعي راح تشوفوه معي ان شاء الله. انا درت برك المايونيز في لافيسيل كانوا عندي ديجا، يعني من البارح ما كانتش معمره يعني لافيسيل بزاف، خليت قلت نزيد عليهم يعني الكيسان وفلاجل تاع الفطور ونديرها. درت لها الليكيد هنا دو غنساج ودرت لها لاباستي هذيك، وريحة نديرها ديماري، نغسل المعينات هما الاولين، ينقي الواحد الحالة شوية، ومن بعدها نبدأ ديركت في الطياب نتاعي. هنا بديت كيما شتو هنا راح نطيب غدايا، قعدت كيما كل يوم ديما راح حكمتنا الحيرة واش نطيبو اليوم، أيا كنت ندير حاجة خفيفة يعني اقتصادية وخفيفة وثمثم الطيب، يعني ما تشدليش الوقت ديما كيعود عدو الواحد شغل ولا يدير حاجة اللي رابيد يعني وخفيفة وياكلوها ثاني الولاد. هنا كانوا عندي هنا كيما شتو هنا يا ثلاث حبيبات تاع فلفل الوان قطعتهم مرصوات صغار. هنا راح ندير روز، هنايا روز يعني ما فيه لا لحم لا والو لا دجاج لا والو، درتو غير بالكيوب، راح نشوفو ان شاء الله معايا الطريقة كيفاش درتو. هنا درت راس تاع بصله حمصته في الزيت، وهنا درت له اربع حبات تاع الطوماطيش تاع الحب رحيتهم برك في الروبو ودرتهم عليها، وريحة ندوزنو هنايا عادي. درت هنايا مرصو تاع الثوم، الثوم دائما نجلدو ونديرو كيما هاك مرصوات ونرفد برك. هنا درت كيما قلت لكم مرصو تاع الثوم، وهنا درت كمشه ثاني تاع جلبانه مجلده ثاني بقات لي شويه، اي درتها قلت نديرو بالخضره يعني فوالا. درت الحبيبات هذو تاع الجلبانه، وهذاك الفلفل الحلو راح نديرو في الاخر باش ما يطيبليش يعني بزاف. هنا راح نطيب هذه الجلبانه هي الاولى، وكي تطيب لي الجلبانه يعني تعود قريب تطيب راح ندير الفلفل الحلو في الاخر. هنا درت له لي زيبيس، درت له شويه تاع كركم كيما شفتوا، راح ندير له شويه تاع فلفل كحل فوالا، وراح ندير له ثاني زنجبيل. هنا كان عندي زنجبيل فخي يعني جديد، اي سكر فجت له شويه، وراح ندير له ثاني شويه تاع طوماطيش تاع المصبره، يعني درت له مغرف كبيره معمره، وندير له كوب تاع خضر فوالا كيما الكوب هذاك تاع الدجاج، بصح هذا مخدوم برك بالخضر فوالا، يطلق بنينه تشهي في الروز يعني، وفي يعني في لي صوص تقدروا ديروه في كاع لي صوص يجي يطلق واحد البنه هايله فوالا. هنا درتو وكيما قلت لكم ندير مغرف تاع الطماطم مصبره،
وراح ندير لها شويه تاع الماء ونخليها وطيب لي لاصوص نتاعي. من جهه اخرى كنت غليت الروز نتاعي، غليته يعني نص طياب، نطيبه شويه في الماء والملح ونمسو، يعني كي نلقى داك يعني الدخلاني هذاك مزال شويه يعني شاد روحه، نطفي عليه نشلو نخليه ينشف شويه، ومن بعد نفورو في ال ندير له تفويره يعني. وكاين اللي ما يحبش يفورو يعني يطيبو ديريكت كيما هكا في لاصوص، كل اخر كيفاش يدير له. انا دائما نحب الروس نتاعي نحب نفورو باش يعود لي فارك يعني حبه بحبه، ما يعودليش معجن ولا. وهي كل تروح سادي بول النوعيه تاع الروز اللي تستعملوه، هو بسمتي هو المخير يعني حاجه مليحه. فوالا كيما شتونا راني مع لاسبيراتور، راني نسبيري في الكوزينه. قلت النقيه كيما تعرفوا، ايد في الطياب وايد في الميناج كيف كيف، راني مخلي لاصوص طيب والروز يفور. اي في ذاك الوقت اي قلت ندير لاسبيراتور، درت لاسبيراتور بارتو في الكوزينه في الصالون يعني بارتو، نقيت الحاله شويه فحفحتها، ومن بعد وليت رجعت لطيابي. انا بعد ما طابت لي الجلبان نتاعي نص ثياب، درت هنايا زوج وريقات تاع الرند، وزدت درت عليها هذوك داك الحلو اللي قطعته. كيما قلت لكم بالعاني نديرو في الاخر باه يقعد لي شويه في ديك التقرميشه، يعود شاد روحو يعني ما يطيبش بزاف، يعود بنين يعني وما يذبلناش يعني في لاصوص. فوالا انا خليه شويه يطيب نص ثياب في الحلو وتعقد لهذيك لاصوص، ونطفي عليها. انا راح ننزلها برك شويه في الحار، بودره كنت نسيتو من الاول، ديما نحب الحاجه تعود حاره، تعود فيها الحراره هذيك بنينه تعطي البنه. المهم درت لها كيما قلت لكم هنايا شويه فلفل وخليتها تكتك شويه اللي اختارت لي، ومن بعدها راح نطفي عليها. وهنا نرجعوا للموضوع تاعنا، كيما قلت لكم كاينه وحده مشتركه قالت لي راكي ديري الاطباق تاعك كامل، راح نبداك ديري فيهم يعني مكلفين، يعني ديما مكلفين يعني ديما باللحم وديما بال. المهم واش حبيت نقول لكم، يعني كل اخر ومقدوره، كل اخر واش يقدر يدير، كل اخر واش يقدر يشري يعني. وديما ديما دائما في الاطباق تاعي كي ندير لكم يعني حاجه بلا فيونداشي ولا، دائما نقترح عليكم نقول لكم تقدروا ديروها يعني بليسكال او تقدروا ديروها بالطون، يعني الانسان يقدر يعني يبدل حاجه بحاجه ويدير وصفه تجيب لينا وربي ورحمته. والاسكالوب يعني دوكا يقدر الانسان تاني يشري قيمه مثلا 30,000 قيمه 50,000 مرسو ولا نص زدر ولا نص زدر تاع الدجاج، وهو طيب به اكله يعني تجيب لينا واقتصاديه في نفس الوقت. واللي مش قادر يقدر يدير حوايج يعني بالخضره برك، كيما هذا الرز كيما شفتوا هنايا درتو بالخضره برك، يقدر اي حاجه يقدر يدير لها الخضره والطون ولا خضره وحدها ولا، يعني يتحايل مع الوقت ويمشي على حسابه وعلى حساب جيبه الواحد. هذا ما كان يعني ما تقيدوش دائما دائما بالوصفات اكزاكت، يقدر الانسان يبدل يعني في الوصفه، هو اللي يعرف يعني كيفاش يعني يسير اموره. مهم واللي قادر يدير اسكالوب، يدير فيونداشي، يدير حوت، يدير المهم كل اخر ومقدوره. وهذا ما كان المهم، هذا هو الرز بعد ما طيبته، جبنيني شهي ولا اللحم لا والو، بصح البنه واش نقول لكم، والله لا روعه في البنه، درت له حبيبه تاع الزيتون ورحمه ربي. المهم هذه هي الفيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم يا البنات، وما تنسونيش بليجام والبارطاج والاشتراك في القناه، ونقول لكم مع السلامه الزينات.